وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من أبو ظبي الأستاذ هاني مسهور الكاتب الصحفي. سيد هاني، بعد التحية، يعني كيف تابعت أسبوع أبو ظبي للاستدامة وكلمة وزير الخارجية سامح شكري رئيس قمة كوب 27 خلال هذه الفعاليات؟ مساء الخير. مساء النور. بداية، أسبوع أبو ظبي للاستدامة هو يعني موسم سنوي يقام، لكن يمكن هذه هذا العام تحديدا ياتي ما في ظل ما بعد اشهر شهرين تقريبا او ثلاثة اشهر من مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 وتحضيرا لكوب 28 في دبي في 2023. فاعتقد انه هذا العمل العربي، سنتحدث هذه اللحظة عن تقدم عربي باتجاه مسؤولية باتجاه الكوكب الأرض وحماية كوكب الأرض من تداعيات التغيرات المناخية، وهذا جهد يضاف للعالم العربي حقيقة، وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية، يعني في هذا الجهد الكبير باتجاه تحقيق المعادلة الصعبة جدا لتنفيذ ما توافق عليه الأطراف في مؤتمر شرم الشيخ وتحويله إلى برامج تنفيذية، على العالم أن يعي أن هذه لحظة صعبة للغاية، هناك تغيرات مناخية تدفع ثمنها من الأمن الغذائي، من الأمن الصحي، كل هذه التداعيات لابد من مواجهتها بتنفيذ ما توافق عليه الأطراف المجتمعين في قمة شرم الشيخ، وتنفيذا لاتفاقية باريس المهمة في 2003. نحن الآن في مرحلة جدا صعبة، وهذه المرحلة تقتضي اتخاذ الإجراءات ملموسة، وأعتقد أنه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أبو ظبي للاستدامة، من خلال تحضير هذا المؤتمر القادم في كوب 28 على هذا المستوى، المستوى العالي جدا، للوصول إلى مؤتمر يستطيع تحويل الأهداف إلى مشاريع تنفيذية حتى يتم إلزام العالم باتجاه القيام بمهامه ومسؤولياته باتجاه خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. نعم، السيد هاني مسهور الكاتب الصحفي، كنت معنا هاتفيا من أبو ظبي، شكرا جزيلا لك.